بسم الله الرحمن الرحيم. أسرتي العزيزة، معنى وصول الجواب ده ليكوا دلوقتي نوم أعلنوا خبر وفاتي. ما هياش وصية لأني سايب كل حاجة في إيد فوزية، هي بقى تتصرف بمعرفتها. خلي بالك من عبد الله يا فوزية، أنت الأم اللي ربنا عوضه بيكي زي ما عوضنا كلنا. سلميلي على حامد وقولي له خلاص ما يحضرش الشنطة، قولي له كمان إنه هيوحشني، قولي ليحيى ينزل من البرج اللي قاعد فيه العالي ويعيش عيشة أهله ويحس بيهم. أما رمزي فأنا نفسي يبطل سرعة ويركز، ساعتها هيلاقي النجاح اللي بيحلم بيه ويستاهله. منا كمان نفسي تنزل عينيها المتشعلقين في السما دول واحدة 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 عن نفسك يا منا، بالراحة عشان توصلي أسرع. حسن المعلم والمربي الفاضل، خد بالك مستقبل كله من ايدك انت واللي زيك. عم حسين قولوا له ان الحياه بوش واحد اريح بكتير من الحياه بوشين. اظن فاهمني يا سحس. لحد ما نتقابل تاني خليكم مع بعض، واوعى حاجه تفرق بينكم ابدا، واي حد فيكم احتاج حاجه عندكم شاكر باشا اخويا الصغير، الجأوا له وهتلاقوا دايما بابه مفتوح. حبيبي يا اخويا، للاسف ما لحقتش اشوفكم ولا اودعكم. حبيبي يا اخويا، لكن عزائي ان احنا هنتقابل تاني في وقت لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. يا حبيبي اخوكم محفوظ زلطة. حبيبي يا محفوظ. يا حبيبي يا اخويا، يا حبيبي يا اخويا. معلش يا جماعه شويه كده، ارتاحوا اشربوا شاي. استاذ حسين تعالى لحظه من فضلك. عم سعيد اعمل لي حاجه مسكره اشربها. ايه يلا مالك يا حسين، فيك ايه؟ مفيش حاجه يا نوسه، عادي يعني، صاله بس مخشبه شويه. ما تخافش ولا يهمك، انا اول ما رجعت ارقص تاني وصي ده كان مخشب زيك بالظبط. شكرا يا عم سعيد. يوم اتنين تلاته لحد ما فكيت. هو الصراحه انت فكيتي فكيتي يعني، خمسه وخمسه في عينك، ما يحسد الملل لاصحابي. جري يا بت انا احسدك، انا بس مستغرب التنطيقه دي يعني، فايف ستار مره واحده. البوب. مين؟ البوب مدير النايت كلاب هنا، خدني من ايدي وخلاني نجمه المكان ده كله. وات يا حسين، شفت الصوره الكبيره اللي محطوطه لي بره كبيره قد ايه؟ اه دي خزقت عينيا، شلها يا بوب، ده واضح عليه ان هو جامد قوي. اه مش زي الافراح البلدوكشة اللي كان المتعهد بياخدنا يرمينا بالساعات وفي الاخر ناخد ملالين. اسكت يا حسين، هنا بقى النقطه بالكوب. فلوس ايه كل يوم كل يوم، قلت مين جاري وحبيبي يجي يشتغل معايا. ايه يا نوسة، تيجي بقى لم النقطة؟ وانت الطول يا خايب. يا اهلا وسهلا، شوف اهو ابو حفص كده يغيب يغيب وفي الاخر يرجع وفي ايده هديه. اهلا وسهلا بالغالي. انت تعرف محفوظ زلطه مش كده؟ الغالي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قصدي يعني يخلق من الشبه 40. سوف نحتاج هذه الاشياء. ايه ده؟
الله 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 الله. كل ايه ده؟ عربية وثلاث رجالة وكاميرا بوب 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 بوب. وكل المتفجرات دي وكمان عايزهم هناك؟ سوف نحتاجها لهدم الأوثان على مرأى ومسمع من العالم كله. فكرني بريحة الغالي. أنا جاي لك ومعايا أمانة. بجد؟ وصل يا مرتضى باشا. وقابله؟ في الطريق يا باشا. خلصتوا اجراءات التبادل معاهم هناك في اوروبا؟ شغالين يا فندم. تمام. علي يمين وحشتوني يا بهوات. ابن جعفر هو اللي عملها؟ ايوه يا باشا، ابني الكبير. ما هو محترف، مقاتل صنديد لا يشق له غبار. تخيل بقى سعادتك لما الابن يحاول يخلص من ابوه